بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع درسنا في هذا اليوم المبارك الأغر بعنوان الإيمان وحماية الإنسان والوطن والعمران. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من المعلوم من الدين بالضرورة أن حياة المسلم وسعادته لا تستقيم إلا في نطاق شرعي رباني أساسه الإيمان بالله عز وجل، وثماره الفوز بسعادة الدنيا والآخرة. إن حاجة الإنسان إلى الإيمان كحاجته إلى ضروريات الحياة، وكلمة الإيمان ترادف كلمة الحياة، أن تؤمن معناه أن تحيا، لكنها ليست حياة عادية، بل هي حياة حقيقية، كلها أمن وأمان، وسعادة واطمئنان، تمنح الإنسان المسلم الثقة بالله عز وجل ذي الجبروت والسلطان. يشكل موضوع الإيمان جانبا مشرقا من جوانب العقيدة الإسلامية، بل هو قوامها الأساس وأساسها الذي تقوم عليه. إنه العنصر الذي يضيء الطريق ويوقظ في الإنسان المؤمن شعورا أسمى فيما بينه وبين الخالق عز وجل، وفيما بينه وبين أخيه الإنسان، وفيما بينه وبين العمران من علاقات متعددة. هذا الإيمان حين يستقر في قلب المسلم ويصدقه العمل الصالح، لا شك أنه يثمر الفضائل الإنسانية الكريمة، ويكون خيرا على صاحبه وعلى الأمة وعلى العمران برمته. لقد ورد الإيمان في الشرع الحكيم اسما لجميع فروع الدين، كما في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إن الإيمان في المنظور القرآني يتسع ليشمل جميع العقائد والعبادات والأخلاق والآداب وسائر المعاملات. والإيمان في اللغة هو مطلق التصديق، آمن به إيمانا صدقه، وفي التنزيل: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمصدق لنا. أما حقيقة الإيمان شرعا فهو التصديق المعهود شرعا، أي تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به وأخبر عنه، وعلم من الدين بالضرورة مع الخضوع له وقبوله. والإيمان أيضا كما يقول علماؤنا رحمهم الله هو التصديق بالجنان، وأما القول باللسان والعمل بالأركان ففروعه. فمن صدق بالقلب، أي أقر بوحدانية الله تعالى، واعترف بالرسل تصديقا لهم فيما جاء به من عند الله تعالى بالقلب، صح إيمانه حتى لو مات عليه في الحال، كان مؤمنا ناجيا، ولا يخرج من الإيمان إلا بإنكار شيء من ذلك. إن المسلم وهو يتلو كتاب الله العزيز يدرك بجلاء تلك الصلة الوثيقة بين الإيمان والعمل الصالح. فالإيمان في القرآن الكريم في المواضيع التي يرد فيها ذكر الذين آمنوا يقرن بينهم وبين العمل الصالح بشكل واضح وصريح. من ذلك قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقوله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقوله أيضا: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. انطلاقا من هذه الآيات البينات
يتضح لنا جليا أن العمل الصالح جزء مهم في الإيمان، وليس هناك عاقل ينكر هذه الحقيقة الواضحة الجلية. ولكن ما هي منزلة العمل بالنسبة إلى الإيمان؟ مذهب أهل الحق أن العمل شرط في كمال الإيمان وليس شطرا منه، بمعنى أنه ليس من مكونات ماهية الإيمان. وهذا القول السديد هو الذي استقرت عليه العقيدة الإسلامية السنية. إن الإيمان عند علمائنا رحمهم الله لا يخرج عن معنى التصديق. يقول الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله: إن قال قائل: ما الإيمان عندكم بالله تعالى؟ قيل له: هو التصديق بالله، وعلى ذلك إجماع أهل اللغة التي نزل بها القرآن. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقال أيضا: بلسان عربي مبين. فلما كان الإيمان في اللغة التي أنزل الله بها القرآن هو التصديق، وقد قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمصدق لنا، وقالوا جميعا: فلان يؤمن بعذاب القبر والشفاعة، يريدون أنه يصدق بذلك. فوجب أن يكون الإيمان هو ما كان عند أهل اللغة إيمانا، وهو التصديق. وإذا كان الإيمان هو التصديق، فإن له شرائع وأمارات وعلامات تتمثل في الأعمال الصالحة. مذهب كثير من أئمة السلف أن الإيمان معرفة بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. وهؤلاء أدرجوا جميع الطاعات في مسمى الإيمان. وعلى هذا الأساس فإن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. يقول الإمام اللقاني في جوهرة التوحيد: ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان. ويقول الإمام ابن أبي زيد القيرواني في مقدمة رسالته: وأن الإيمان قول باللسان، وإخلاص بالقلب، وعمل بجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقص الأعمال، فيكون فيها بالنقص، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. ومن فسر الإيمان بالتصديق كما هو مذهب جمهور علماء أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية وغيرهما، فإنه لا يزيد ولا ينقص عندهم. وهذا لا يعني البتة أن علماءنا رحمهم الله لا يهتمون بالعمل، بل إنهم لا يعدون العمل جزءا من الإيمان، ولكن على أساس أنه شرط في كمال الإيمان وليس شطرا منه، أي ليس من مكونات حقيقة الإيمان. وقد ذهب الإمام الباقلاني الفقيه المالكي الأشعري السني رحمه الله إلى التوفيق بين نصوص الكتاب والسنة التي يرد فيهما زيادة الإيمان ونقصانه دون الإخلال بأصله الذي هو التصديق. وأرجع ذلك إلى أمرين اثنين: الأول، إما أن يكون ذلك راجع إلى القول والعمل دون التصديق، لأن ذلك يتصور فيهما مع بقاء الإيمان. فأما التصديق فمتى انخرم منه أدنى شيء فبطل الإيمان. الثاني، أن تكون الزيادة والنقصان راجعة إلى الجزاء والثواب والمدح والثناء. ومهما يكن من شيء، فإن الزيادة والنقصان في الإيمان لا يصل إلى حد انتفاء اسم الإيمان وحكمه، بل هو مجرد نقص الكمال دون إحباط الأعمال. وهذا القول القصد منه صيانة المسلم عن عقيدة التكفير التي لا مكان لها في مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة. وقد أشار بعض علمائنا رحمهم الله إلى مستويات زيادة الإيمان ونقصانه على النحو الآتي: إيمان يزيد ولا ينقص، وهو إيمان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بمقتضى أن الكمال يقبل الكمال فقط. إيمان ثابت لا يزيد ولا ينقص، وهو إيمان الملائكة، بمقتضى أن إيمانهم جبلي لا يتفاوت. إيمان يزيد وينقص، وهو إيمان الأمة من الإنس والجن. إيمان ينقص ولا يزيد، وهو إيمان الفساق.
كما وقف علماؤنا رحمهم الله عند العلاقة بين الإيمان والإسلام، فهل هما بمعنى واحد أو هما مختلفان؟ والذي حققه بعض علماء أهل السنة أن بين الإيمان والإسلام عموما وخصوصا، ذلك أن المسلم كما قال الإمام الخطابي رحمه الله قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمن في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. أصل الإسلام الاستسلام والانقياد، فقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن، وقد يكون صادقا في الباطن غير منقاد في الظاهر. من الأمور التي وقف عندها علماؤنا كذلك رحمهم الله مسألة الاستثناء في الإيمان، هل يجوز للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو أنا مؤمن حقا أو لا يجوز؟ هذه المسألة بحثها علماء العقيدة وخصصوا لها مبحثا خاصا تحت اسم الاستثناء في الإيمان، ويتحدد مفهوم الاستثناء في الإيمان بتعليق الإيمان بمشيئة الله تعالى، كقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، وقد أجاز الأشاعرة هذا الأمر بناء على ما يموت عليه الإنسان، حيث ربطوا الإيمان بما يتوفى عليه الإنسان. يقول الإمام الباقلاني رحمه الله ويجب أن يعلم أنه يجوز للعبد أن يقول أنا مؤمن حقا وهو يقصد في حله. يقول الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله وندين بأن لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب يرتكبه ما لم يستحله، ويقول أيضا السلف مجمعون على أن المؤمن بالله تعالى وسائر ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان به لا يخرجه عنه شيء من المعاصي ولا يحبط إيمانه إلا الكفر، وأن العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر الشرائع غير خارجين عن الإيمان بمعاصيهم. وخلاصة القول فإن أهل السنة متفقون على عدم تكفير المسلم بذنب يرتكبه كيفما كان طبيعة هذا الذنب، وأن المسلم يظل مسلما يحتفظ بانتمائه للإسلام فتثبت له جميع الحقوق التي تمتع بها سائر المسلمين وعامتهم، كما أن العقيدة التي مات عليها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله هي عدم التكفير. وقد روى زاهر بن خالد بن أحمد الصرخسي قال لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد دعاني فأتيته فقال اشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل هذه القبلة لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف العبارات. وللإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله كلام نفيس في هذه المسألة التي تروج لها اليوم بعض الجماعات الدينية المتطرفة. يقول رحمه الله إن الذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين للقبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ، والخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم. كما يضع رحمه الله قاعدة مهمة مستلهمة من الشرع الحكيم، فيقول إن الخطأ في حسن الظن بالمسلم أسلم من الصواب في الطعن فيه، فلو سكت إنسان مثلا عن لعن إبليس أو لعن أبي جهل أو أبي لهب أو ما شئت من الأشرار طول عمره لم يضره السكوت، ولو هفى هفوة بالطعن في مسلم بما هو بريء عند الله تعالى منه فقد تعرض للهلاك. وخلاصة الكلام فإن الإيمان بالله عز وجل يحقق مقاصد شرعية عظيمة تعود بالنفع والخير على الإنسان والأوطان والعمران. أولا حماية الإنسان باعتباره كائنا مكرما على الدوام من جميع الانحرافات ويسمو به إلى أعلى الدرجات. ثانيا حماية الأوطان من الأفكار المتطرفة التي من شأنها أن تفتن الناس في دينهم، قال تعالى والفتنة أشد من القتل، وقال أيضا والفتنة أكبر من القتل.
وقد فسر علماؤنا رحمهم الله الفتنة في هذين الموضعين بالفتنة في الدين، وذلك بإرجاع المسلمين إلى الكفر والعياذ بالله. فهذه أكبر فتنة وأعظم مصيبة وأخطر جرم يرتكب في حق أهل الإيمان. ثالثا، حماية العمران من التشتت وغياب قيم التعاون والتضامن والتعايش مع غير المسلمين، مع تحفيز المسلم إلى الإسهام في رقي المجتمعات الإسلامية وتطوير الحضارات الإنسانية، وبذلك يكون المسلم خيرا على أمته ووطنه وعلى البشرية جمعاء. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد منبع القيم والكمالات، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ذوي الفضل والكرامات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.